تكلمنا عن احتياجات النادي الاهلي وابرز الاسماء المرشحه للانضمام للنادي الاهلي قبل الفاصل كان اتكلم على بالعيد المدافع الجزائري الرائع جدا اتكلم عنه تفصيلا بشكل ممتاز كعادة جيم يعني حبيبي. هيكلمنا عن اسماء اخرى مرشحه لخط دفاع النادي <applause> الاهلي اسم الثاني اه هو اسم بيتردد بشده لكنه فعلا هو قريب من النادي الاهلي ولكن الاهلي بيحط احتمالات كتير و اي صفقات يا كريم مرتبطه بحاجتين موقف اللاعبين الراحلين خاصه الاجانب في النادي الاهلي اثنين فيما يخص خط الدفاع او قلبين الدفاع القصه متوقفه محمد عبد مكمل ولا ماشي يعني لو محمد عبد مكمل الاهلي ممكن يجيب ما بين مدافع واثنين محمد عبد ماشي الاهلي هيجيب ثلاث مدافعين لا لا ثلاث مدافعين لو محمد ماشي فانت بتتكلم دلوقتي على وجود او رحيل محمد عبد المنعم يغير كتير في المعادله بتاعه التعاقد الاهلي ممتاز. ممتاز. مع اللاعبين ممتاز. الاهلي قريب جدا جدا من التعاقد مع مصطفى العش في صفقه تبادليه اتكلمت يا كريم في الانترو عن الموضوع يعني في صفقه تبادليه الامور كانت صفقه تبادليه مع نادي زيد مع نادي طهر زي. محمد طاهر يروح زيد والعش يجي الاهلي فمصطفى العش واحد من اللعيبه الاهلي حط عليهم مركز عليهم الاهلي كان بيفاضل لحد وقت قريب جدا جدا ما بينه وما بين كمدافع محلي ما بينه وما بين محمد اسماعيل زميله في الفريق ميزه مصطفى ميزه مصطفى العيش ان هو بيلعب في ان هو بيقدر يلعب في الباك لعب مش لسه هيلعب هو لعب مع المحله نص موسم كامل لعب مع زد بعض المباريات في مركز الظهير الايسر فانا مش جايب لعيب وهوظفه باك ليفت لا هو بيلعب فعلا في المكانين بيلعب قلب دفاع وبيلعب باك ليفت المفاجاه انه الناس كلها حطت عينيها على مصطفى العيش وانه مش من المحله وهو باك فالناس كلها توقعت انا هياخد مصطفى العيش اللي ده اللي فيه رقم كبير جدا بالمناسبه من زد المحله آه آه هاخده يلعب في مركز الباك ليفت لا الراجل هو لعب في قلب الدفاع وكان اداؤه مع زيد بالنسبه لي مفاجاه ليه هو في الاساس ظهير فكرته كويسه فتعال نشوف يلا يلا تعال يا نشوف الله يرحمه فنان كبير غير المصري طبعا يا شباب اللقطات بص يا كريم ماتين. كل اللقطات سواء دايما هتلاقيه بيلعب في قلب الدفاع ناحيه الشمال دايما يعني هتلاقيه حتى لو متطرف شويه هتلاقيه حد في ناحيه الشمال اللي كان مفاجئ بالنسبه لي التغطيات العكسيه الكرات الراسيه بتاعت بتاعت مصطفى العيش اتحسنت كتير ذكي جدا في الالتحامات يا كريم من غير ما يعمل فاول مم. لعيب ممتاز في الخروج بالكوره لانه هو كوير هو لعيب في الاساس يا كريم لعيب كوير لو خدت بالك وقف هنا بيلعب في مركز قلب الدفاع بس ايه مست الكره دي ارجع تاني ايه مست الكره دي هو داخل عامل تغطيه عكسيه وبيلعب قلب الدفاع لانه جاي من ورا فهو التغطيه العكسيه متبرمجه في دماغه لان هو اللي كان بيلعب الموسم اللي قبله كله في مركز الظهير فهو داخل مكمل هنا رغم ان هو اللي جاي من ورا داخل قاطع واخد الخطوتين قبل المهاجم وعامل التغطيه العكسيه قدام المهاجم اللي المفروض أنه هو مش معاه هو كم. كمل بقى وهتلاقي عمليه الخروج بالكور وطول الوقت التحاماته ذكية جدا يا كريم من غير ما يعمل فاول هو طول الوقت قادر يتواجد في المنطقة الصحيحة في الوقت الصحيح والمفاجاه تاني انه مدافع قوي مدافع بيقدر يشتغل في الكرات الهوائيه بشكل جيد مدافع تمريراته وده ما كانش مفاجئ هو لان هو لعيب كورته جيده هتلاقيه طول الوقت بيقطع الكره من غير ما يعمل مخالفه بيطلع ب... ب... عنده آه امكانيه الخروج بالكوره من الخط الخلفي بشكل ممتاز لانه طول الوقت بيشغل دماغه اكتر ما بيشغل جسمه او قدراته البدنيه، الكره اللي بعديها هتلاقيه واقف متمركز في مكان صحيح جدا جدا بيطلع الكرة بشكل صحيح بكره راسيه رغم ان مش راس ماله الكرات الهوائيه او الكرات الراسيه. نفس الشكل طول الوقت واخد مكان صح طول الوقت متمركز صح طول الوقت قادر يقفل ويشتغل مع زمايله سواء في قلب الدفاع او في مركز الظهير الايسر لو بيلعب مضغوط او بيلعب لما كان بيلعب في المحله اللقطات اللي احنا جايبينها دي هي مجمع ما بين المحله وما بين مشاركاته مع زيد السنه دي سواء في مركز قلب الدفاع او في مركز الظهير الايسر تروح ليه اللي بعده كل ده انا جايبهولك وهو بيلعب في مركز قلب الدفاع مش هنتكلم كتير على القدرات الهجوميه او ان هو بيشتغل في الجزء الامامي يا كريم الا في لقطتين او ثلاثه عشان الوقت هو لعيب ممتاز في مركز الظهير الايسر لكن قبل ما اروح للعيب اللي بعده هو لعيب لو انا استخدمه في مركز الظهير الايسر هو ظهير ايسر بنكهه دفاعيه قدراته الدفاعيه قويه جدا في مركز الظهير الايسر اكتر من قدراته الهجوميه التغطيه العكسيه الاوف لايننج إذا في الخط وازاي اشتغل مع الملعب واخرج بالكره و وساهم في عمليه بناء الهجمه من الاطراف هو ممتاز لعب ممتاز في الخط الخلفي لكن هو مش ظهير ايسر بقدرات هجوميه يعني هو مش علي معلول هو لاعب عنده قدرات كظهير ايسر ممتازه لكن في الدفاع يغلب عليه الطابع الدفاعي لمحمد حمدي بيراميدز اقرب لمحمد حمدي لكن محمد آه. حمدي اكثر تمرسا آه. آه. طبعا, طبعًا. طبعًا. آه 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 النقطة الثانية انه شوية شبيه بايمن اشرف في بداياته م. ان هو لعيب بدأ حياته كلها بكلفته وبعدين دخل في قلب الدفاع وبقى يشتغل كقلب آه دفاع كان في فرق طول طبعا لصالح مصطفى العش آه آه لكن شبيه شوية بالبروفايل بتاع محمد حمدي او شبيه بالبروفايل بتاع آه 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 ايمن اشرف نفس شكل كل كل اللقطات اللي احنا شغالين عليها كريم انه راجل بيعرف يخرج بالكره بشكل جيد لاعب معدلات التمريرات بتاعته في الدوري من اعلى اللاعبين بالمناسبه يا كريم سواء خط الدفاع او الخط الامامي 88% كمعدل انا فاكر ان مارسي كولر من اول ما جه النادي الاهلي من اول ما جه النادي الاهلي كان بيسال على سنتر باك بيلعب رجله الشمال اتكلم على سنتر باك بيلعب ناحيه الشمال وبالمناسبه هي أه. هو ده ناقص جدا في الكره المصريه لان لا بعديها لان بعديها في الزمالك آه آه الطلب على مم. على مدار المدربين اللي فاتوا كلهم في الزمالك كانوا بيطلبوا لعيب قلب دفاع بيلعب ناحيه الشمال صح. فهو عمله نادره لعيب زي عشان مصطفى عشان كده مصطفى العيش دفع فيه رقم كبير يا كريم لما جه يمشي فهو صفقه مهمه ورابحه لو راح النادي الاهلي لانه لعيب بيلعب في اتنين بوزيشن بكفاءه متقاربه متقاربه جدا اخر حاجه خالص لو ننط شويه نجيب اللقطتين الهجوميتين بتاعه واماكن التمركز والتواجد سواء دي واحده من الاثنين الراجل بيقدر يعدي بيعدي بشكل جيد من الجبهه اليسرى الراجل بيستخدم رجليه الشمال بشكل جيد الراجل بيتواجد في الهجوم كمان سواء جوه ال 18 لعيب بيجيد الرأسيات ولعيب بيشتغل بشكل ممتاز قدمه اليسرى قويه بالمناسبه كمل اللي بعديها قدمه اليسرى جيده الكره دي صعبه جدا لانها نازله مره واحده حطيتها ببطن الرجل في مباراه المصري نهايه الموسم الماضي اخيرا مصطفى العيش ورقه مهمه جدا جدا النادي الاهلي بيفكر فيها ومن اكتر الاوراق اللي هي قريبه اذا ما اراد النادي الاهلي لانه هو زي ما قلت لك في البدايه هو عنده اتفاق شفهي مع زد كل التفاصيل شبه خلصانه فيما يخص الصفقه التبادليه بين الاثنين يطلع بقى فيها فلوس شويه زياده يطلع فيها لعيب كمان من هنا او من هنا لكن في النهايه اللعيب قريب جدا من النادي الاهلي رحيله بقى من زد للاهلي او غيره يتبقى عليه ان الموسم يمشي شويه